اهلا بيكم معانا مره تانية. الحقيقه هو خبر مؤسف، يمكن كلكم عارفينه، الا وهو اختفاء بابا نويل، او علشان ابقى دقيق هو اختطاف بابا نويل. المصيبه حرام عليك، حد يخطف بابا نويل يا اخوانا؟ على مدن وعواصم العالم حد يخطف بابا نويل يا اخوانا؟ هي دي المشكله الرئيسيه، حاجه غريبه. حد يخطف الراجل المية 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 على ابو سانتا كريس يا اخي؟ لا حول الله يا رب. عدي على العالم ازاي سمعه مصر سياحيا وسمعه مصر كمان في اطار الاحتفالات باعياد ابو صدام؟ حد ساب لك الورقه دي؟ لذلك يعني غالبا المختطفين بيركزوا على بعض. هنا بيجي السؤال، هو مين اللي خطف بابا؟ على اسمي سعيد الهوى، أنا اسمي سعيد الهوى من الإسكندرية منكم الدفا. أنا اسمي سعيد الهوى. مش أنت سعيد الهوى يا كلب؟ ورجعنا لكم تاني، جايلنا رسائل اس ام اس كتيرة جدا يا جماعة، من ضمنهم رسالة بسمة أباظة بتقول فيها وحشتنا قوي قوي يا بابا نويل، وما تقلقيش يا بسمه اكيد بابا نويل راجع. بسمه بتدي له اغنيه كمان هات احلامنا يا بابا نويل لمصطفى قمر ونيلي، هنطلع نسمعها ونرجع لكم. قلت لك يا عم ايمن كل حاجه بتتخطف في الزمن دوت، ها حتى الراجل الطيب بابا الويم، بس متوقع ايه تاني؟ ربنا يسترها. خد واحد يا اسطى. لا يا مسودة. مين ابو صدام؟ ابو السيد. الله 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 الله، ابو صدام والسيد. انت مين يعني؟ مش عارفني. انت مين انت؟ طب وكده برضه انت كده مين؟ كمان انا سعيد الهوا. ازيك يا عم سعيد؟ يا جاتلك؟ جاتلي هي جاتلك؟ ما بتقولش معانا ليه؟ لا دماغي بس بتفكر في مشوار كده. اقول لكم على حاجه، خلونا في المهم. انا بدي اعرف مين اللي بيبصبص المال بتاعنا بعد ما اتقفل بقاله 10 سنين. ما ليس له ماضي، ليس له حاضر ولا مستقبل. مش انا قلت لك ايام سودا يا جدعان؟ ده موضوع ان ده اتقفل بعد ما عزرائيل عمل وعد امبالين الجنرال. اسمعوا بقى الجديد، بابا نوير اتخطف. طب انا ماشي وانا معاه. رايحين فين يا حبايب قلبي؟ انا كنت هتجنى عشانكم، العالم ما عادش فيه مكان حنين. حبايب قلبي الجنرال انت لسه حي؟ انت على الطلاق يا سيادنا، راضيين عليك. وحشتوني. ما انت كنت فين؟ كنت قاعد في الصحراء مع نفسي. انا كنت قاعد في الصحراء مع نفسي من بعد ما شفت فيلم الانتر لوب سيلر. لما شفت السبك الاسود الدودي قلت الدنيا من فاتها، بكرة الواحد ممكن يلاقي نفسه في كوكب تاني. الساعة تعدي على الواحد أكنها 7 سنين. لقيت الحنين فرتك الترنج اللي أنا لابسه. بعتلكوا رسالتنا القديمة عشان أجيبكوا هنا وأقولكوا وحشتوني. أنا عشان كده خطفت بابا نويل.
سقطوا نقلة وتعالوا ورايا. احنا ناقصنا حاجة، هبة. أخيرا قفشتك يا حبيبة قلبي. يوه يا عم أحمد، كل ما جاش هبط الباب يخبط، كل ما جازعه الباب يدعو. وارجع تاني وأقول لك، كل ما جاش هبط الباب يخبط، كل ما جازعه الباب يدعو. كل ما جاش هبط الباب يخبط، كل ما جازعه الباب يدعو. كل ما جاش هبط الباب يخبط، كل ما جازعه الباب يدعو. نولع يا عم أحمد أتفا يا ست هبة، أسيادنا راضين عليك يا أبو صفاق. أيامنا سودة يا عم السيد، الأنبا ليه يا عم السعيد يا هوا، الأنبا ليه. قول والعب يا باشا، اللهم صل على النبي علينا والعب. عايزينها والعمار والعمار والعمار، والضرب بالمزمار بالمزمار بالمزمار. وارجع تاني واقول لك، طب عمو حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. عمو حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. الوسام طبيعي، الوسام طبيعي مصريين. سنه سعيده عليكم. قول وارجع تاني واقول لك، كل ما كشبط الباب يخبط، كل ما جازو الباب يدو. كل ما كشبط الباب يخبط، كل ما جازو الباب يدو. كل ما كشبط الباب يخبط، كل ما جازو الباب يدو. نولع يا عم احمد اتفا يا ست هبة.